السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم اخواني اشرح لكم طريقة بسيطة جدا لنقل البيانات الصور والفيديوهات من ايفون الى ايفون اخر. الطريقة بسيطة جدا، بس قبل لا ابدأ بالشرح اتمنى من الجميع الضغط على اشتراك ودعمي بالقناة. نشوف الطريقة مع بعض. قبل لا ابدأ بالشرح، في خاصية اسمها اير دروب، طبعا هذه تدعم نقل البيانات الصور والفيديوهات بدون انترنت، يعني مجانا. نسحب من الاسفل الى الاعلى، تطلع لي مجموعة خيارات، نضغط هنا ضغطة مطولة، وبعد كذا تطلع لك هنا خيارات نختار من ضمنها اير دروب. نضغط عليها من هنا تطلع لي مجموعة خيارات، نختار الجميع من هنا. بعد كذا يتم تفعيل هذه الخاصية. الجهاز الآخر نفس الطريقة، من الأسفل إلى الأعلى ضغطة مطولة هنا في النص، نضغط على اير دروب من هنا ونختار الجميع، وبعد كذا يتم تفعيل هذه الخاصية. قبل لا أبدأ بالشرح، أنا أنقل فيديو وصورة. نشوف الفيديو والصورة اللي أنا طبعا أختصر عليكم قدر الاستطاعة. نشوف الفيديو والصورة اللي أنقلها من الجهاز هذا إلى الجهاز هذا. عندك هنا صورة ومقطع فيديو. هنا بالجهاز الآخر هذه الصورة مو موجودة في الجهاز، الصورة اللي بنقلها هنا عندك آخر صورة موجودة عندي الحمد لله، ويعني ما في صورة بعدها ولا مقطع فيديو. نشوف مع بعض الآن. نروح للجهاز الأول، نضغط على تحديد من هنا ونحدد الصورة والمقطع الفيديو. وبعد كذا يعني أهم نقطة هنا، في سهم هنا تحت، لما نضغط على هذا السهم تطلع لي مجموعة خيارات من ضمنها اير دروب من هنا. تلقائيا راح يطلع لك اسم الجهاز اللي مفعل خاصية اير دروب. اسم الجهاز هنا ايفون، اذا تبي تغير اسم جهازك يعني تدخل على الاعدادات من هنا، وبعد كذا عام، بعد كذا عام من هنا عام، وبعد كذا حول، وبعد كذا يطلع لك اسم الجهاز ايفون. اذا تبي تغيره عادي، تبي تغيره لاي اسم كان سواء عربي او انجليزي. بعد كذا نختار الجهاز، ممكن يكون اكثر من جهاز، نختار اسم الجهاز اللي نبيه احنا، وبعد كذا يطلع لك هنا رفض او قبول. يعني هذا يقول لك مشعل يرغب مشعل في مشاركة صورة وفيديو، نضغط قبول من هنا، وتلقائيا راح يتم زي ما انتم شايفين طلع عداد هنا بسيط حول الصورة، وتلقائيا يتم نقلك على الاستوديو مباشرة. نشوف مع بعض. طبعا الجهاز الايفون صار بالعرض لان خاصيه البرنامج اللي اصور فيه فيديو ما يدعم، لما تدخل على الاستوديو ما يدعم الجهاز في الطول، فتلقائيا يصير في العرض. زي ما تشوفون كانت اخر صوره، الحمد لله صار هذا مقطع الفيديو 25 ثانيه، وهنا الصوره اللي انا ارسلتها. الشرح بسيط جدا يا اخوان، لا ما عليكم من المقطع انه طويل او لا، الشرح بسيط جدا وطريقه سهله جدا. اي سؤال بخصوص هذا الشيء انا دائما وابدا بالخدمه. ارجع واقول ترى هذه الخدمه مجانا من غير انترنت. اشكركم على المتابعه وفي امان الله.